بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم مرة ثانية بعد الأجازة المطولة الأسبوع الماضي، ودعوتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله أبنائي الطلاب والطالبات، وأتمنى أن تكون أجازة سعيدة لكم. في الواقع أنا عايز أتفق مع الطلاب والطالبات على موضوع مهم جداً، يا ريت نبقى متفقين عليه علشان نبدأ نجيب يعني معدلات عالية في الكورسات اللي بيدرسوها معايا. أتمنى من كل طالب وطالبة في أثناء الفترة القادمة ديت الأجزاء اللي إحنا طبعا هنشرحها يكونوا يعني قروها قبل ما يخشوا على المحاضرة، بحيث أدي مجموعة من الأسئلة المهمة من أسئلة الاختبار عليها، وبعد كده هشوف تيست للطلاب عليها هل هم فاهمين مش فاهمين، وبعد كده أعمل كونفيرم عن طريق الشرح. فأتمنى بحيث إن يبقى الطالب أو الطالبة قبل ما يخش الاختبار عارف إيه هي الأسئلة المهمة اللي ممكن متوقعة في الاختبار. إحنا المحاضرة الماضية خلصنا الجزء الخاص بالأساسيات الخاصة بالحاسب ومكوناته بشكل أو آخر، ومفترض في هذا اللقاء هنتكلم على برنامج مايكروسوفت إكسل. لكن خليني أدي مجموعة من الأسئلة كمراجعة عن المحاضرتين اللي شرحناهم الماضيين، وأتمنى إن كنتوا يعني تشاركوني في المحاضرة عشان يعني تستفيدوا استفادة جيدة بالنسبة للمحاضرة. بعطيكم الحين دلوقتي مجموعة من الأسئلة، والأسئلة ديت VIP أسئلة الاختبار، أرجو إن كنتوا يعني تصوروها شورت كات عندكم، وإن كنتوا تكونوها كمان كأسئلة وتتذكر كويس جدا. في بداية كل محاضرة هدي مجموعة أسئلة زي كده، وبعد كده بخش بالشرح، وتكون أنتم محضرين الجزء اللي أنا هبقى متفق معاكم عليه من المحاضرات القادمة. ده هيسهل عليكم كتير المذاكرة والتحديد بالنسبة لأهم الأسئلة بالنسبة لكل جزئية، وبالتالي ما تيجي في نهاية الفصل الدراسي هتجمع الأسئلة ديت مذاكرها كويس جدا، سي مثلا زي ما يطلعوا 60 80 سؤال، بيجي منهم الاختبار 40 سؤال بشكل أو آخر، ونكون احنا اتدربنا عليهم تدريب كويس. فأتمنى تكون الأمور واضحة، ولو في حد عنده أي استفسار يتفضل يشارك. حد عنده أي استفسار؟ طيب نبدأ الحين دلوقتي، هبدأ أعرض الأسئلة مفترض على الأجزاء السابقة اللي احنا شرحناها الأسبوع الماضي كنوع من الاستذكار قبل ما ادي الجزء الجديد. ومن المرات القادمه ما اقول مثلا احنا هنبقى ناخد الجزء الخاص الحلقه الثالثه والرابعه او الخامسه والسادسه، تبقوا على استعداد وهبدا اسال اسئله في الاول، وبعد كده ابدا اشرح الاجزاء عليها، والاسئله دي هتكون الاسئله المهمه اللي جايه في الاختبار. نبدا بالسؤال الاول اهوت، اتمنى تشاركوني لو تكرمتوا الراس. عبارة عن مجموعة من البرامج التي تستخدم في تشغيل الحاسب وفي التعامل مع مكوناته وفي إدارة البرامج والتطبيقات. ابدأوا شاركوا لو تكرمتم. ما بدي مجموعة من الأسئلة على أساس نستذكر بيها بعض الأجزاء اللي احنا شرحناها في المحاضرة الماضية. مفيش إلا طالبة واحدة بس اللي جاوبت معايا، إكرام محمد، ولا طالب أكرم، معلش أكرم محمد. فأتمنى من بقية الطلاب والطالبات يشاركوا معانا لو تكرمتوا. طبعا إجابة سليمة. لا كده انت غيرت أكرم، لا يا أكرم، مجموعة من البرامج اللي تستخدم في تشغيل الحاسب هي نظم التشغيل. الإجابة الصحيحة رقم 2. أرجو تبقى ثابت، ربنا يثبتك كده وما تختارش إجابات خاطئة. فالإجابة الصحيحة هي رقم 2. ولا يهمك يا أكرم. هدي الأسئلة ديت VIP، اكتب عليها دي أسئلة اختبار مهمة مهمة للغاية.
يا ريت اللي داخل دلوقتي يجاوب معانا الأسئلة اللي موجودة وياخدها شورت كات، لأن دي أسئلة مهمة للغاية. طبعا دي مفترض على المحاضرة الماضية، بس دي أسئلة خاصة بالاختبار نبقى متدربين عليها في بداية كل محاضرة. هتسهل عليكم كتير أما تيجي تذاكروا ليلة الاختبار، جمعوا الأسئلة المهمة ديت وإن شاء الله بإذن الله هتلاقوها في قلب الاختبار النهائي، وبالتالي تجيبوا الـ A بلس في هذا المقرر معايا. وطبعا في بداية كل محاضرة قبلها أقول والله هشرح الفصل الفلاني، إذا كان جزء عملي تبص عليه، إذا كان جزء نظري لو تكرمتوا إن كنتوا مذاكرينه كويس عشان هسأل عليه على طول مرة واحدة، علشان أقدر أستفيد من المحاضرة أكبر استفادة، وبعدين بشرحه بعدها كنوع من تثبيت المعلومة بعد ما يكون عندكم خلفية عن الأجزاء اللي أنا هشتغل فيها. اللي عنده سؤال يستفسر أهلا وسهلا بيه. طبعا الأسئلة اللي بقولها الحين دلوقتي ديت على المحاضرة الماضية، فبكتب السؤال ثواني وأسيبكم تبدأوا تفكروا. ناخد 5 أسئلة ولا شيء من هذا القبيل. الأسئلة ديت زي ما قلت كده وضحت إنها في أي بي مهمة للغاية. يلا السؤال أهوت، هناك مجالات استخدم هذا النوع من قبل المهندسين والعملاء أو العلماء وفي المختبرات والمصانع والتي تتطلب معالجة عالية جدا، يا ترى حاسب التحكم محطة العمل، الحاسبات المتوسطة، الحاسبات العملاقة. مفيش إلا طالب واحد بس بيشارك معايا من الـ3 طالبات الطلاب اللي معايا، أكرم بس اللي بيشارك. فين ماجد؟ فين أمل؟ فين ريهام؟ فين مرام؟ برافو، في 2 شاركوا معانا عمت، برافو عليهم. طيب فين ماجد؟ حياك الله يا ماجد، خش معانا لو تكرمت. بشكر طبعا كل من أمل وإكرام وأكرم سوري الإجابة بتاعتهم، ما شاء الله عليهم ممتازين ممتازين الاثنين. الإجابة خطأ، الإجابة الصح محطة العمل. احنا صراحة يعني لو استمرينا كده وما ذاكرناش هنبقى في مشكلة. يا ريت تقرأوا أول محاضرة وتاني محاضرة، لأن احنا كده يعني إيه لسه احنا ما دخلناش في أي حاجة، أنا براجع بس حبيت ولا يهمك. اول محاضره ليك احنا كنا شرحنا المحاضره الاولى والثانيه، مفترض ابتدي فيهم المحاضره الثالثه الحين دلوقتي. طبعا احنا خدنا محاضره واحده بس شرحنا فيهم في السلايدات اللي عندكم الاولى والثانيه. فخلينا نبص كمان على كام سؤال كده. الاسئله ديت باكد للمره المليون في غايه الاهميه. ناخد سؤال تاني، انا بدي كلها اساسيات، اسئله بسيطه تذكرنا علشان لو دخلنا في الاختبار نبقى مستعدين ما تبقاش المشكله بالنسبه لنا كبيره. اسمحوا لي اديكم كمان سؤالين. في كل بدايه محاضره هتلاقوني بشتغل بالاسلوب ده، هديكم مجموعه اسئله ونشطكم معايا فيها ونبدا بعدها في الجزء الجديد. بس طبعا عشان الجزء اللي احنا بنشرحه الحين دلوقتي لسه ما شرحناهوش، فخد الاسئله ديت على هذا الاساس. انا طبعا انا بدي ديت بتدرج في مستوى الصعوبه، بجيب اسئله سهله سهله جدا متوسطه بحيث تبقى يعني ايه تكون على جميع مستويات يقدروا يجاوبوا.
ثواني دقيقة واحدة. يلا يا شباب، آلة إلكترونية يمكن استخدامها بواسطتها تخزين البيانات ومعالجتها لاستخراج المعلومات. برافو، بس في طالب واحد اللي بيشارك معايا، أكرم. فين أمل ومرام؟ تمام، بأكد يا شباب، الله يبارك لكم. الأسئلة دي خدوها شورت كات وذاكروها كويس جدا، اعملوا بنك أسئلة عليها إن شاء الله تجيبوا الـ A بلس معايا لو ذاكرتوا الأسئلة اللي بديها في كل محاضرة عشان هثبت لكم المعلومة. طبعا بشكر المرة دي أكرم وأمل، كتبتوا ممتازة، الإجابة الصحيحة رقم 2 الحاسب الآلي، برافو عليكم. ناخد عبارة كمان، كل مرة كده أنا عايزكم تبقوا شاطرين، تبدأوا معايا بالأسلوب ده، يعني أكون مبسوط منكم جدا وسعيد فعلا بمشاركتكم الإيجابية. ناخد كمان سؤال، اسمحوا لي ان الطريقه ديت افضل طريقه ان انا اجمع بيها المعلومات معاكم وفي نفس الوقت تخليكم تذاكروا صح، تبقوا عارفين لما تخش الاختبار الدكتور ممكن يجيب اسئله ايه ودربنا عليها في المحاضره، ونخش ان شاء الله نلاقيها زيها بالظبط، فتسهل عليكم وتبسط عليكم المنهج. طبعا مفترض ان جزء خاص بالحاسب وتطبيقاته تكون في معامل، فاعذروني انا يعني بالنسبه للمعامل مش موجوده، فاتمنى يكون في برنامج اكسل نازل مع يعني على جهاز كل طالب وطالبه عشان هنشتغل عليه، الاكسل والاكسس. الصوت واضح لكن في مشكله عندك اللي بيسال في الصوت؟ لا في صوت، في صوت طبعا. معلش مش فاهم سؤالك مرة، بالنسبة لأسئلة المحاضرة الأولى، الأسئلة في نهاية اللقاء، ذكرت سؤالين في المحاضرة المسجلة، ما تتعرض ممكن تذكرها؟ ذكرتها في بداية المحاضرة النهاردة يا مرام، الأسئلة دي أنا شغال فيها الحين دلوقتي، ده اللي أنا بعمله دلوقتي وبقول في بداية كل محاضرة تبقوا مستعدين على هذا الأساس. حط لكم مجموعة أسئلة وأقول لك الأسئلة ديت أسئلة مهمة، ابدأوا ذاكروها بشكل أو آخر معايا عشان تقدروا تتابعوا معايا في أسئلة الاختبار. الأسئلة دي من الآخر أسئلة اختبار في أي بي مهمة للغاية. المحاضرة المسجلة ما تتعرض، كيف المفترض إن في كل الأسئلة تتعرض في المحاضرة المسجلة؟ أما كيف اسمها محاضرة مسجلة بقى؟ ممكن تكون في نهاية المحاضرة بعد ال 45 دقيقة يكون أثرها ولا شيء، بس أنا ذكرتها في بداية المحاضرة عشان ما تتعرضش لنفس الظروف ديت، بدل ما أذكرهاش في نهاية المحاضرة يمكن طولت شوية في المحاضرة اللي فاتت فممكن ما تكونش ذكرت، لكن أنا ذكرتها في بداية المحاضرة المرة دي عشان تعوض ليكم اللي حصل. وبأكد تاني في بداية كل محاضرة قبل ما أشرح الجزء الجديد تبقوا مستعدين علشان نقدر احط اسئله، وبعد ما اسال اشوف الاسئله اشوف مدى تحضيركم واجابتكم عليها هيكون شكلها ايه، بعدها ببدا اشرح احنا خدنا سؤال كذا كذا وانتوا جاوبتوا غلط بالطريقه الفلانيه الصح كذا.
فاكرين الحته ديت كنت حاطط عليها سؤال كذا، هدني معاكم كده بالطريقه دي. بس يا ريت قبل ما تخشوا المحاضره ب 10 دقائق او ربع ساعه تكونوا فتحتوا الجزء الجديد اللي ناخده وتكونوا بداتوا تقروه. هيوفر عليكم وقت كتير خالص في عمليه المتابعه معايا في المحاضره. بكتب السؤال، معلش خليكم معايا. السؤال أمامكم، قال دلوقتي: يعد برنامج مفيد في إدارة المبيعات من خلال سهولة إنشاء النماذج والتقارير الخاصة. معايا 3 طلاب حاضرين معايا دلوقتي، أكرم وأمل ومرام. شوف مين أشطر، اللي جابه الآخر، آخر واحد هو أشطر واحد. ماجد خرج، أمل أهو، أكرم ماشي. يلا يا مرام شاركي معانا. بشكر طبعا أمل وبشكر أكرم، الإجابة الصحيحة فعلا البرنامج اللي بنستخدمه في إدارة المبيعات وفي النواحي المالية والمحاسبية هو خاص بمايكروسوفت إكسل. ده أكتر برنامج بنشتغل بيه في النواحي المالية والحسابية وإدارة المبيعات. إجابتكم هايلة، ممتازين ممتازين، أشكركم على مشاركتكم الرائعة في أول 10 دقائق في المحاضرة، وأتمنى يبقى في حضور من الطلاب والطالبات أو تسمعوا المحاضرات المسجلة بنفس الطريقة وتمشوا على نفس النهج علشان تقدروا تستفيدوا. أنا حاسس الصورة يمكن عايزة تتكبر شوية، يا ترى كده صورة أوضح ولا إيه رأيكم؟ كده أوضح؟ هنبدأ في محاضرة اليوم النهاردة. احنا اتكلمنا على أنظمة التشغيل وعرفنا إن أفضل يعني في أنظمة التشغيل زي لينكس ونظم أبل ماكنتوش، وطبعا في فرق بينهم. يعني ما نقول عايزين نقول البرامج اللي بتشتغل على الويندوز زي السوفت وير ما زي مثلا الإكسل والأكسس والباوربوينت ما بتشتغلش على الأبل ماكنتوش. أنت لازم تدخل تنزل جوه السوفت وير الخاص باليونكس والأبل ماكنتوش سوفت وير خاص بالويندوز عشان تعرف تشغل البرامج دي، غير كده ما تعرفش تشتغل بيها مباشرة على أنظمة أبل. وعرفنا أيضا إن البرامج التطبيقية ده نوع من البرامج بنستخدمها بعد تحميل أنظمة التشغيل، ومن ضمنها البرنامج اللي احنا هنشتغل فيه اللي هو الإكسل والأكسس من خلال دراستنا خلال هذا الفصل. هنبدأ في هذا اللقاء ناخد إنترودكشن مقدمة في برنامج الإكسل، مقدمة في برنامج مايكروسوفت إكسل، كيفية التعامل مع برنامج الإكسل، الواجهة الرئيسية لبرنامج الإكسل، بعض أوراق العمل الخاصة أو الورك شيت بتكون إزاي في برنامج الإكسل. أتمنى يكون معاك وعلى الجهاز برنامج الإكسل علشان لما تشوفوا خطوات معينة تخشوا وتبدأوا تشتغلوا عليها بشكل أو آخر. برنامج الأوفيس وأحد البرامج الجداول الإلكترونية زي ما احنا وضحنا كده وقلنا بتنتجها شركة مايكروسوفت، جزء منها من حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس تستخدم لإدارة البيانات في إدارة المبيعات في جوانب المالية والمحاسبية في إعداد الميزانيات وقوائم الدخل والميزانيات، وظهرت في بداية الأمر كبرنامج مالي ثم تطور إلى برنامج مالي ومحاسبي خاصة بإجراء الحسابات المالية. حصل برنامج الإكسل انتشار واسع ويعد من أكثر البرامج انتشارا استخدم حول العالم لما يقدمه من مزايا عديدة، من أهمها ودي مهمة للغاية برضو عليها سؤال ممكن أسألكم عليه كمان شوية دلوقتي في قرب نهاية المحاضرة. بقول فيها أهم مميزات الإكسل: بيساعد على استهلاك وإعداد جداول الإهلاك وصول الثابتة، بيساعد في إعداد الموازنات التخطيطية اللي تعتبر أداة للتخطيط والرقابة، بيعتبر مفيد في إدارة المبيعات من خلال سهولة إنشاء النماذج والتقارير الخاصة، يستخدم في العمليات الحسابية وإعداد البيانات المحاسبية المالية مثل إعداد البالانس شيت، الإنكم ستيتمنت
يعني قائمه الدخل والميزانيه والكاش فلو، قائمه الصفقات النقديه. طبعا بيتميز ان هو طريقه سهله سريعه بيتم عرض من خلالها رسوم البيانيه بسرعه كبيره بشكل او اخر. تفضل اللي عنده استفسار يتفضل. بيساعد ايضا في التحليل المالي في الفاينانشال اناليسيس وتحليل القوائم الماليه في اعداد الخاص بنسب السيوله، نسب النشاط، نسب الربحيه، نسب المديونيه. كل دوت ممكن نستفيد منه في برنامج الاكسل. كيفيه تشغيل برنامج الاكسل، اتمنى ان يكون نازل على الجهاز عندكم، لو ابسط بسيطه لو نازل في التول بار تحت في الاسفل، دبل كليك عليه بيفتح معاك مره واحده. لكن طبعا يعني ديت ابسط طريقه انك تشغلي بيها برنامج الاكسل، دبل كليك عليها، كليك واحده معايا اهيت، كليك واحده يفتح على طول برنامج الاكسل معاك. في اكتر من طريقه في عمليه ازاي نشغل برنامج الاكسل. انا يهمني انك انت لو قلت والله وان كليك خلاص اشتغل، فبيقول لك من خلال ايقونه البرامج في حاله وجودها على سطح المكتب، من خلال الضغط عليها مرتين من خلال المؤشر، من خلال المسار التالي في حاله عدم وجود ايقونه البرامج على سطح المكتب، ستارت بروجرام مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اكسل. طريقه مطوله يعني، لو دوست عليها كليك زي ما انا قلت كده تروح فاتح معاك على طول. لكن لو عايز تجيبيها من الداخل تخش في زي ما انا قلت كده من ستارت بروجرام مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اكسل. في حاله عدم قدره على تشغيل البرنامج بالطريقتين السابقتين، نقر مره واحده بالزر الايمن المؤشر على مساحه فارغه من سطح المكتب او في اي جزء من الديسكتوب، تظهر لنا قائمه تحتوي على مجموعه من الاوامر، نختار نيو ومنها نختار مايكروسوفت اكسل ورك شيت. نقر مره واحده بالزر الايسر المؤشر بتفتح معانا. ديت شكل البرنامج او الواجهه الخاصه بفتح برنامج الاكسل. الشكل العام لبرنامج الاكسل لا يختلف كثيرا عن الشكل العام لبرنامج الوورد، من حيث الاطار الخارجي، القوائم، الخيارات، اشرطه الادوات، كما هو مبين في الشكل التالي. واجهه برنامج الاكسل من خلالها بتحتوي على عدة لوحات أدوات اللي بنسميها ريبونز، تحتوي على أوامر مختلفة للبرنامج. ونخلي بالنا الوضع الافتراضي عند ظهور لوحة الأدوات الهوم، بيتم التنقل بين هذه اللوحات بالضغط بالمؤشر على اسم اللوحة التي نريدها بشكل أو آخر. ده شكل هوت صفحة الإكسل، لما تيجي تفتحوها تبقى بالشكل دوت. في كل خانة أو كل مربع من هذه الخانات، كل صفحة، كل وركشيت بيكون مجموعة من المربعات كما هو واضح أمامكم، وكل لوحة بتكون عدد مجموعة من الأوامر، وكل مجموعة تحتوي على مجموعة من الأوامر المختلفة. عند وضع المؤشر على أحد هذه الأوامر يظهر مربع يوضح الأمر الذي يقوم بهذا الأمر الذي يقوم بهذا الأمر بتنفيذه، بالإضافة إلى مفتاح اختصار المستخدم لتنفيذ هذه الأوامر من لوحة المفاتيح المباشر. فوق من قائمة فايل لو فتحناها هنلاقي بتفتح معانا القائمة ديت، خاصة بالجزء الخاص لو أنت عايز تكتب جوه الخلية بخط معين ببونت معين، انك انت تعملها بولد، تعملها خط مايل، تعملها تكبير، تصغير، توسيط، ايمن، ايسر، انزرت لو انا عايز ادخل اضيف فيها جزء، ديليت لو عايز احذف. كل حاجة بتبقى موجودة في دي قائمة فايل. العناصر اللي بتكون منها نافذة الاكسل، اول حاجة شريط العنوان اللي بيتضمن عنوان المصنف المفتوح. حين تفتح مصنف جديد فإن الإكسل بيعطيه اسم بوك 1. يا ترى البوك 1 ديت بتتكتب فين يا شباب؟ هل في أعلى الصفحة ولا
منتصف الصفحة ولا في أسفل الصفحة؟ إيه رأيكم؟ هنيجي نشوفها كده، بتكتب البوك وان ديت أو ورقة العمل الأولى بتتكتب فين؟ هل في أعلى الصفحة ولا في أسفل الصفحة؟ إيه رأيكم يا شباب؟ يا ريت يكون معاكم برنامج إكسل وتفتحوه علشان تبقى في أسفل الصفحة. برافو عليك يا أكرم، شكلك اشتغلت قبل كده على إكسل ودوت. يبقى بالنسبة لنا شوية الأدوات اللي بنستخدمها ديت، معلش استحملنا فيها شوية لأنها ماجد، فما بفتحها في بداية الصفحة فعلا بتكون في أسفل الصفحة، وعند حفظ الصف المصنف باسم جديد فإن هذا الاسم الجديد يظهر على شريط العنوان، يبقى بيظهر هنا على شريط العنوان باسم البوك 1، وتحتيه بجوه كل بوك منهم مجموعة من الورك شيت. كل بوك منهم بيفتح في كل مرة 3 ورك شيت، ممكن تعمل إضافة عليهم بشكل أو آخر أو تقلل منهم الأوراق العمل اللي بتشتغل بيها. بيحتوي هذا الشريط على أيقونات الإغلاق والتصغير زي ما أنتم شايفين من هنا كده، ممكن أصغر أو أكبر، ويحتوي على شريط أدوات الإقلاع السريع اللي هي Quick Access Toolbar اللي بتستخدم بكثرة أثناء العمل، كما بيحتوي على زر الأوفيس الذي هو مشابه لقائمة ملف من الإصدارات السابقة الذي عن طريقه يمكن إنشاء فتح وغلق وحفظ المصنفات التي ننشئها على البرنامج. اسمحوا لي أكبر شوية. الشريط الثاني اللي مهم إنكم تعرفوه برضو، وده شريط مهم جدا في أي بي، اللي هو شريط الروبنز. اكتب عليه كده الشريط ده في غاية الأهمية، في أي بي، وعليه طبعا أسئلة في الاختبار هديها لكم. الشريط اسمه الشريط ايه؟ روبن. ايه شريط الشريط الروبن دوت فيه ايه؟ بس دي كده شريط الروبن ده شيء ظاهر في أعلى مصنف من فوق، بيتم استعراض على 3 أجزاء كما هو موضح أمامكم الآن. أجزاء الشريط اللي هي التول بار بيبقى علامة التبويب تاب، بيكون في أعلى الشريط ده تاب، وعند النقر عليه يمكن الوصول إلى الأوامر الخاصة به اللي فيه الملف والصفحة الرئيسية، الإدراج، تخطيط الصفحة وهكذا، والعرض ده بيكون في أعلى الصفحة. أجزاء الشريط أيضا مكوناته الأوامر اللي هي كوماند اللي بتكون مرتبة في مجموعات منفصلة، أوامر خاصة بالفايلز، بقائم خاصة بالإدراج، بتخطيط الصفحة، بالصيغة الرياضية، بالبيانات، بالمراجعة، بالعرض. كل مجموعة من هذه المجموعات بيتم داخل الأوامر دي فيها مجموعات، عبارة عن مجموعة من الأوامر المتعلقة بكل أمر من هذه الأوامر، بعدها تستخدم لتنفيذ مهمة محددة، ويوجد سهم صغير في الزاوية اليمنى السفلى للمجموعة التي يهيئ لنا خيارات إضافة مجموعات. شريط الصيغة الرياضية اللي هو بنسميه الفورميولا بار بيبقى موجود أسفل الجزء الخاص بالريبون، بيبقى الشريط كده موجود في أعلى الصفحة برضو قبل المربعات الخاصة بالإكسل. الشريط ده وظيفته مهم جدا اللي هو شريط الفورميولا بار، بيظهر محتويات الخلية فيها إن كانت صيغة رياضية أو أي معطيات أخرى. في شريطين على الجانب الأيمن والأسفل اسمه شريط التصفح، بنسميه سكرول بار. سكرول بار يستخدمان عندما تكون أبعاد المصنف أكبر من أبعاد الشاشة، زي ما أنا هحرك الشاشة دلوقتي، شايفين عندنا أنا بحركه بالسكرول بار،
واحررها لكم بايدها كده، شايفين انا بطلع وانزل ازاي طلوع ونزول كده دوت، بحركه بسكلور بار على الشريطين اللي في الجانب الايمن وفي الاسفل، بحرك فيهم عشان احرك فيهم ابعاد الصفحه بشكل او اخر. في شريط تاني مهم جدا اللي هو ستاتوس بار، بيظهر اسفل النافذه بيبين فيه طرق عرض المصنف اضافه الى معلومات مختصره عن حاله المصنف الحاليه. نبدا نتكلم بقى على الجزء العملي شويه، او هو الجزء خاص بالجوانب التخبينات اللي نكتب فيها السوفت وير او البيانات الماليه، نسميها ورك شيت، اوراق العمل في الاكسل. كل مصنف يحتوي على ورقه عمل واحده او اكثر. ورقه العمل عباره عن مجموعه كبيره من الخلايا زي اللي انتم شايفينها الان امامكم على الشاشه، بتحتوي على بيانات. اذا فتحت الاكسل باستخدام الطرق اللي تم وصفها انفا اختصارا الى قائمه البدء، فيظهر مصنف فارغ جديد بثلاث أوراق عمل. خلي بالكم من الرقم اللي أنا قلته ده عشان أسألكم في الامتحان. يبقى كل ورك شيت بيفتح معاه كم ورقة عمل؟ 2 3 4 5. ها إيه رأيكم؟ أيوه، ما تنسوش الرقم ده لأن دي أرقام في غاية الأهمية جاية لكم في الاختبار. يبقى في الأول ما تفتح الورك شيت، يا ريت تفتحه لو عندكم اكسل دلوقتي وتتأكدوا من الكلام دوت. افتح صفحة اكسل كده أمامكم وشوفوا فعلا هل هتفتح معاكم في مصنف فارغ عندك. أنت ممكن تضيف عدد 4 5 فيها بشكل أو آخر، لكن هي بتفتح بمفترض ان يكون عندك 3 اوراق عمل. كل ورقه عمل تحتوي على عدد من الاعمده والصفوف. كل ورقه عمل بتحتوي على ايه يا شباب؟ عدد من اعمده والصفوف. ايه فائدتها؟ ايه فائدتها ديت؟ بتبين لي ابعاد صفحه العمل اللي بشتغل فيها بشكل او اخر. يهمني جدا تبقى عارف ازاي تقرا ورقه العمل، مقسمه الى حروف في الصفوف ال A B C D E F الصف، والاعمده من 1 الى كام بقى؟ عندنا كم عمود؟ عدد الأعمدة عندنا 16384 عمود. احفظ الرقم ده كويس جدا لأنه هيتسأل فيه في الامتحان. الرقم ده سؤال في الامتحان، يبقى عدد الأعمدة أسألك فيه في الامتحان أقول لك 5000، 16300، 16800، 16900، تبقى عارف العدد قد إيه. فتقول لي العدد عندي هيساوي 16384 عمود من الصف. خلي بالك الرقم ده VIP. بنلاحظ ايضا كل صف له رقم مخصص، يبدأ بترقيم الصف رقم 1 حتى 10,448,576. يبقى يكون عدد الخلايا كلها 17,179,869,184. رقم كبير جدا. انا يهمني تبقى عارف عدد الاعمده قد ايه، الرقم ده اللي يهمني، بقيه الارقام مش عايزها. بالاضافه لعدد الاعمده، عرض العمود الواحد 255 حرف. دي يهمني قوي، يعني كل رقم هنا لو في كل خليه ممكن اعبي فيها 255 حرف. يبقى تاني عدد الاعمده كام؟ 16384. ما تنسوش الرقم ده، وما تنسوش الرقم ده، عرض العمود الواحد لو انا بندرسه مع بعض هتقول لي بيساوي كام يا شباب؟
255 حرف. الرقم ده والرقم ده في غاية الأهمية. كمل. واضح؟ ارتفاع الصف 409 نقطة، إجمالي عدد الحروف التي تحتويها 32,767 حرف. رقم كبير جدا طبعا. طيب ازاي نتعامل مع برنامج الاكسل؟ يعني نتعامل ازاي مع ورقة العمل؟ كيف نستطيع التعامل مع ورقة العمل وكتابة البيانات واجراء العمليات الحسابية بكل سهولة؟ لابد من معرفة الاشياء التالية: كل عمود له اسم مخصص، كل صف له رقم مخصص، كل خلية لها عنوان مخصص. زي واضح امامكم الحين دلوقتي، الخلية الاولى مثلا وليكن اسمها A1. طب الخلية الثانية ديت في الصف الاول B1، ديت C1، وهكذا A2 B2 C2 وهكذا بقية الخلية. هي طريقة قراءة الخلايا في برنامج الاكسل. كيف نعرف عنوان الخلية؟ المهم جدا PIB معرفة عنوان الخلية. الجزء ده خلي بالكم منه مهم. ازاي تعرف عنوان الخلية بشكل او اخر؟ بنعرف عنوان الخلية حتى نتمكن من اجراء العمليات الحسابية بكل سهولة، وبدون معرفة عنوان الخلية بيصبح من الصعب اجراء اي عملية حسابية. فمثلا الخلية الاولى عنوانها A1 لانها تقع تحت العمود الاول وتقابل الصف الاول، لذا كان عنوانها A1. طب الخلية B3 اعطيت هذا العنوان، او ما تدوس عليها تطلع لك على طول عنوان الخلية لانها تقع تحت العمود B وتقابل الصف الثالث، لذا عنوانها B3 وهكذا. هي كده دي واحدة. امسح لي كده. ايوه، قابل خلية B3. ازاي نحدد الخلية ونحدد نطاق الخلية؟ مهم جدا لتحديد اي خلية تقوم بالضغط عليها ضغطة واحدة وان كليك، تلاحظ ان الخلية تم تحديدها، ونلاحظ ان الخلية قد تظللت ونشطت وظهر اسم الخلية المحدد في مربع اسم الخلية. يبقى ضغط لتنشيط الخلية ومعرفة تحديدها بنقر ضغطة واحدة ولا ضغطتين ولا ثلاثة ولا أربعة. وان كليك، ضغطة واحدة بيتم تحديد الخلية. طيب لتحديد نطاق أي مجموعة من الخلايا بقوم بالضغط على الزر الأيسر للماوس باستمرار، ثم تمرير الماوس على الخلايا المراد تحديدها مع الاستمرار على الضغط والسحب لتحديد مجموعة من الخلايا المتفرقة. انقر على الخلية C2 لاختيارها، ثم اضغط على مفتاح كنترول باستمرار، وانقر على الخلية A6. تلاحظ ان الاكسل قام بتحديد الخليتين المذكورتين. يبقى باستخدام مفتاح كنترول بعد نقر الخلية الاولى ثم الخلية الثانية يتم تحديد خلايا محددة على النظام. طيب لتحديد عمود إكسل، تنقر على عنوان العمود الأول A وتلاحظ تحديد العمود بالكامل. أتمنى يبقى في نوع من يعني برنامج الإكسل مفتوح أمامكم وتبدأوا تجربوه بشكل عملي عشان تقدروا تستفيدوا من هذه الأجزاء. طيب لتحديد صف، كيف احددها؟ بنقر عنوان الصف وليكن الصف الخامس، نلاحظ تحديد كامل الصف. لتحديد كامل ورقة العمل بننقر على الزاوية العليا اليمنى لورقة العمل، نلاحظ تحديد كل ورقة العمل. طيب عايزين نضيف صف، طبعا نضيفها عن طريق ادراك او انسيرت. بنقول ادراك صف، بنقف على الصف دوت وندوس وان كليك يمين، هيقول لك ادراك صف أو إضافة صف أو إنزيرت، وتعمل عملية إدراك صف بشكل أو آخر. في طريقة تانية لإدراك الصف عند نقطة ما في ورقة العمل، نضع المؤشر في بداية الصف الذي يريد إضافته إضافة جديدة، ومن تبويب الصفحة الرئيسية الهوم ومجموعة الخلايا السيل ننقل السهم الموجود إلى جانب إدراك إنزيرت شيت رو
ثم ننقل فوق إدراك صفوف جدول كما في الشكل التالي. انسرت هي نجيب من جواها انسرت سيل او انسرت شيت رو اللي انا لو عايز ادرك صف دي ادراك خليه، انسرت شيت كولم لو انا عايز ادرك عمود، انسرت شيت لو انا عايز ادرك ورقه عمل جديده. دي شكل الادراكات المطلوبه بشكل او اخر، وطبعا ممكن بكل سهوله زي ما انا وضحت انك انت لو وقفت على الصف وقلت له انسرت كليك يمين تقدر تشتغل عليها مباشرة. إدراك عمود نفس الشيء، ولكن نختار insert sheet column زي ما قلت لكم. حذف صف أو عمود يمكن حذف صف أو عمود بأكمله وإزالته من ورقة العمل. وما تنسوش عند الإضافة أو حذف أي حاجة اعمله حفظ، لازم تعمل حفظ لكل جزء وسيف علشان لو الكهرباء قطعت أو حصل أي شيء ما تتعرضش إلى فقد جزء كبير من البيانات. بيتم حذف صف أو أعمدة بأكملها وإزالتها من ورقة العمل كما يلي: ننقل عنوان العمود أو الصف اللي نريد حذفه، ومن تبويب الصفحة الرئيسية هوم، ومن مجموعة الخلايا سيلز ننقل السهم أسفل ديليت كما في الشكل الموضح أمامكم. نختار احنا لو وقفنا على الخليه نفسها وقلنا له ديليت بيحذفها مره واحده، مش محتاج ان انا اعمل كل ده برضه. تعديل عرض العمود او الصف، يعني انا عايز اكبر عمود او صف، لازم اقف على راس الخليه من اعلى لغايه ما تجي لي على علامه الزائد او الكروس، وببدا اعمل دراج سحب ليها فتكبر عمليه العمود اللي انا بشتغل فيه في الخلايا بشكل او اخر. طبعا بتكون شكلها اوضح الحاجات ديت اذا كان في لاب، وقاعدين امامي دلوقتي تجربتها بتكون افضل بكتير، وكنت اشوف تجربتكم معايا بشكل عملي، لان الماده ديت ماده ابلايد امبريكال تحتاج الى تجريب بشكل عملي. فاذا اي حد حب ان هو يرسل لي شغل ولا حاجه اللي عايز يوروني ولا حاجه وعلق عليه ما عنديش ادنى مشكله، معاكم الايميلات الخاصه بيا بعتها لكم في على البلاك بورد، ولو دخلتوا على السي في هتلاقي الايميل وفيها البيانات كلها اللي عايز يوريني اي جزء انا ممكن اتابعه معاه فيها. تعديل عرض الصف، يمكن تحديد ارتفاع الصف او العمود بشكل تلقائي استنادا الى حجم البيانات بالذهاب الى تبويب الصفحه الرئيسيه هوم، ومنها الى سيلز، وننقر السهم فوق تنسيق، ثم احتواء تلقائي لارتفاع الصف او احتواء تلقائي لعرض العمود اللي هي اوتو فيت كولم وايز. لاخفاء صف او عمود، اذا اردنا اخفاء صف او عمود يحتوي على بيانات لا نريد ان يطلع عليها احد الاسباب، فيمكن اخفاء ذلك الصف بحيث لا يظهر في ورقه العمل ويمكن استرجاعه عند الحاجه. بنعمل تحديد للعمود من نشط الخليه وان كليك عليها، بنذهب الى تبويب الصفحه الرئيسيه هوم، ومنها الى سيلز، وفيها ننقر السهم فوق تنسيق فورمات، ومن فئه الرؤيه الفيزيبيليتي نوجه المؤشر الى الهيد او ان هيد اللي هي ازاله والاخفاء. من القائمه الفرعيه ننقر اخفاء الصفوف او اخفاء الاعمده كما في الشكل التالي. زي ما واضح عندكم اهوت امامكم فورمات، الجزء الخاص بجيب هيد او ان هيد، هيقول لي عايز تخفي ايه، صف ولا عمود ولا ورقه عمل ولا ايه بالظبط، فبقول له هيد هنا كولم عمود، واختار العمود اللي يكون منشطه فيبدا في الاخفاء. اللي بعده لاظهار الصف او العمود عكس العملية اللي احنا سويناها، برضو هوم تبويب الصفحة الرئيسية ومجموعة خلايا سيل، ننقر السهم فوق تنسيق فورمات، ومن فئة الرؤية الفيزيبيليتي نوجه المؤشر الى ازالة الاخفاء الان هيد، ومن القائمة الفرعية ننقر الغاء اخفاء الصفوف
وكذلك الحال بالنسبة لإزالة إخفاء الأعمدة. بنفس الطريقة بدل hit بقول له unhit فيتم حذف هذا إخفاء. احنا وصلنا الحين دلوقتي لنهاية المحاضرة اليوم في صفحة 15. حضروا الجزء الخاص لو تكرمتوا معايا بقية المحاضرة الرابعة والخامسة عشان أديكم أسئلة الاختبار المهمة المحاضرة اللي جاية، وأبدأ أستكمل هذه الأجزاء. بشكركم، ولو في أي استفسار أحب أسمعه منكم الآن.